كما راكم تشوفوا كما تشوفوا بانتيريس هو هذا. هنا هنا المعلومات ديال القناه ديالي ديال اليوتيوب كامله محطوطه هنايا كاملين كما راكم تشوفوا اللي عندي في القناه في اليوتيوب حط كل شيء عندي هنايا. بانتيريس كي يعاونكم في المشاهدات يعاونكم في الاشتراكات يعني طريقه مزيانه تستعملوا بانتيريس. هو الـ هو الـ هو كيستجب يعني مباشره في موقع جوجل في يعني في الروشيرش يعني مزيان هذا الموقع هذا ننصحكم به تخدموا به خوت. الطريقه ديال التسجيل ديالو هي طريقه سهله يعني تسجلوا عادي واخا كما شفتوا انتم معايا هذوما القناه ديالي بحال الشكل تاع اليوتيوب راني حاطها عندي يوتيوب وحده اخرى حاطها في موقع اخر وكي يعني كتضيف محرك البحث واخا. المهم الطريقه ديال التسجيل ديال بانتيريس غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع اسفل الفيديو تدخلوا ليه تكليكوا عليه ديكم مباشره لهاد البلاصه هذه كما راكم تشوفوا. الطريقه ديال التسجيل تبركوا على تسجيل الدخول كما راكم تشوفوا هنايا هنايا انتم كتشوفوا لا تسجيل اشتراك عفوا هنا تبركوا على تسجيل اشتراك واخا. هنا كما راكم تشوفوا الناس هما دايرين يعني سميتو دايرين لي فوتو ديالهم. هنايا الطريقة ديال التسجيل سهلة يعني ما كتطلب شي حاجة كثيرة. الطريقة ديال التسجيل هنا كديروا البريد الإلكتروني ديالكم هنا إنشاء كلمة المرور هنا العمر سهلة. وشنو حاولوا دائما ما ديروش جيميل ديال القناة ديالكم دائما ديروا جيميل واحد آخر. بالنسبة اللي بغى يتسجل بالفيسبوك تكليكوا على فيسبوك تسجلوا مباشرة واخا. نمشيو دابا للطريقه ديال استعمال هذا الموقع هذا اللي هو بانتيريس واخا. الموقع ديالنا هو هذا. شنو كيعطيكم خلاص كتسجلوا نتوما يعني ملي كتسجلوا كتدخلوا كديروا مثلا لا فوتو ديالكم ديال القناه يعني ساهل ماشي شي حاجه يعني الخدمه ديالو سهله كما تشوفوا هنايا الاعدادات اضافة حساب يعني ديرو شي حساب اخر من تحويل الى اعمال يعني كتبدلو الحساب ديالكم. حنايا غادي نخليو الحساب ديالنا عادي ما نديروش شي حاجه اخرى. حنا نخليو الحساب ديالنا عادي ونستغلو هذا الموقع بانتيريس للقناه ديالنا اللي هي اليوتيوب واخا. هنايا كاين هنايا هنا انشاء هنا انشاء هنا منشور لوحه هنايا كما قلت لكم هنايا هنا كتدخلوا هنايا لي فوتو ديالي كاملين هنا محطوطين تاع القناه تاع اليوتيوب كونيكسيون شويه ثقيله كما راكم تشوفوا هنايا يعني كلشي حاط هنايا القناه ديالي كامله حاطه هنايا واخا. دابا الطريقه ديال الاستعمال شنو هو كنجيو نكليكو هنا على البروفيل هنايا البروفيل ديالنا كنكليكو على البروفيل هنايا كنجيو البلاصه الزائد هذه البلاصه الزائد هذه كنكليكو عليها وكنجيو هذه البلاصه ديال انشاء منشور انشاء منشور عقلوا معايا كنكليكو عليها فوالا مزيان كيحولنا على هذه لاباج هذه. شنو كنجي نكليكو على هذا يمكن السحب الفلات او النقر على للتحميل كنكليكو على البلاصه هذه ديال التحميل كتكونوا مجدين لا فوتو ديال لا فيديو ديالكم غادي تلوحوه. مثلا انا اختاريت هاد لا فوتو هادي قديمه يعني ما درتهاش هاد الفيديو هذا عندي قديم واخا نكليك عليه وندير له اوفرير. دابا يا كاين خصنا وقتا نديرو الوصف ديال هاد لا فيديو العنوان ديالو واخا. نجي نكليك على لا فيديو هنايا نهزو بعدا فيرا لا فيديو فيرا عندي هنا لتحت كما تشوف كما القناه ديالي هنايا ديال اليوتيوب كما البانتيريس غير بحال حاط هادشي اللي حطو في القناه حطو في البانتيريس واخا. فيرا لا فيديو فوالا لا فيديو هو هذا كليكي عليه مباشره واخا. نجي لهنايا كتنسخو الرابط تاع لا فيديو ديالكم مثلا غادي نسخ الرابط تاع لا فيديو ندير هنا مشاركة
انا الطريقه ديال البانتير تخدموا بالتليفون ديالكم ولا بالحاسوب غير بحال بحال تخدموا به بحال بحال، يعني طريقه واحده. كتنصفوا الرابط تاع لا فيديو ديالكم اللي بغيتو تشاركوه في الموقع اللي هو بانتيريس اللي تقيل الكونيكسيون قالت واخا كديروا نسخ، هيا نسخ نسخ الرابط فوالا كنسبريمي هادي حيت هذا من هنايا فوالا. انا هزيت الرابط ديال لا فيديو، انا غندير لا فيديو ديالي ديجا انايا داير سميتو داير خدم، يعني الرابط تاع القناه ديالي داير خدمه بواحد لي كود. لي كود الطريقه ديال باش تخدموا القناه ديالكم تزيدوا لها واحد الكود، غادي نخلي لكم موضوع ديال الشرح ديال كيفاش تخدموا الرابط ديال القناه ديالكم وتزيدوا له واحد الكود باش يعطيكم اشتراك مباشره. غادي نخلي لكم الفيديو اسفل الفيديو وغادي تعرفوا الطريقه كيفاش تختصروا الرابط ديال القناه ديالكم. واخا كنهبطو هنا لتحت هي اضافه رابط، هنا كندير لصق فوالا. واخا دابا خصنا العنوان ديال هاد لا فيديو هذا، العنوان يعني مثلا غادي نحاول نهز غير العنوان هذا غادي نهز العنوان من هنا حتى لهنايا هكايا نص باش غادي باش ما نطولش عليكم الفيديو. نحاول واخا درت هذا العنوان هذا غادي ملي نحطو حتى هو هنايا بلا ما يعني باش ما نتعطلش عليكم. هنا اضافه نص يعني نص يعني ديال الشرح ديال هذا لا فيديو هذا خلاص. هنايا كديروا العنوان ديال لا فيديو يعني الرابط ديال لا فيديو اللي درتو هنايا. واخا هنا كنديروا حفظ، ها هي حفظ وكاين طريقه اخرى اللي غادي نوريها لكم كيفاش. هنا كديروا اطلاع على عليه الان، كنديروا اطلاع عليه الان كنكليكي فوقه فوالا مزيان كيتسمى حفظنا لا فيديو ديالنا. هذا المنشور هذا تم الحفظ المنشور لما تحمل معنا هذه الصفحه هذه. واخا هنايا ما كيبان والو فوق لا فوتو، انفو نحطوا لا صوري فوق لا فوتو هنا شنو كيبان لنا الرابط تاع لا فيديو، كنكليكيو فوقو هكا مباشرة فوق لا فوتو غيدينا مباشرة ل ل ل لا فيديو اللي حنا هزينا الرابط ديالو مباشرة، وكتستافد في المشاهدات والناس اللي بغات تشترك راه كتشترك. وغادي نوريكم الطريقة ديال الاشتراك، راه ديجا عندي خادم لا فوتو ديال الفيديوهات ديالي في بانتيريس، هانتو كتشوفو لا فيديو مباشرة. نديرو ستوب باش ما نطولش عليكم الفيديو، نحاول نحيد هادشي هذا، المهم هادشي الحوايج راه باينه. واخا حنايا كنخليو هادشي كيما راه وكنجيو نكليكو على البروفيل هنا الفوق هنا في الجنب فوالا. نجيو لهنايا نكليكو على لا فوتو ديالنا هنايا على التصاور هنايا كليكو عليها. بغيت نوريكم الطريقه اللي هي كتكليكيو على لا فوتو وكيعطيكم عطيني مباشره اشتراك. مثلا غادي نكليكي على هذا الفيديو هذا وقت درت له هنايا رابط القناه، هذا رابط ممكن انت درت له هذا درت له سميتو درت له رابط تاع الفيديو. نحاول نشوف حدين اخرين هنايا لتحت هنايا كليك واخا نهبط هنايا لتحت نشوفوا هذا. هنا باش كيعطيكم مثلا تختصروا الرابط كيعطيكم مباشرة اشتراك، يعني كتستافدوا بالاشتراك تاع الناس. انا هاد لا فوتو اللي هنا القدام هادو كاملهم خدمتهم باختصار الرابط ديال القناة ديالي فوالا. مثلا غادي نكليكي على هذا الرابط هنا على لا فوتو هنا من الفوق كيعطي الناس مباشرة اشتراك عاد باش كيدخلوا القناة ديالكم، كيدخلهم مباشرة للقناة ديالكم كما كتشوفوا كيعطيني مباشرة القناة ديالي. انا ديجا هنايا داير اشتراك، ممكن داير اشتراك كيعطيك هنايا اشترك وعاد باش كيقول له ادخل القناة القناة اللي بغيتي تشوف القناة كيعطيه اشتراك، هو كيشترك اوتوماتيك يعني بدون شعور كيشترك في القناة ديالك وعاد كيدخل لافيديوات ديال القناة ديالك. هادشي اللي كان عندنا اخوتي ما نطولش عليكم، ان شاء الله يكون الشرح الجاي ان شاء الله في واحد الفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.